ينتهي اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة الثانية من الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ومياه مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة. يهدف الاجتماع الذي بدأ أمس إلى دفع المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث بشأن السد من أجل البدء في الدراسات الفنية الخاصة به. كان وزير الخارجية السودانية الدكتور إبراهيم غندور قد أكد في ختام جلسات اليوم الأول على أن الاجتماع الوزاري السداسي كان جيداً وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيراً إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق وحل أي قضايا خلافية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الأستاذ إيهاب ثابت مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط. سيد إيهاب، أهلا بك على شاشة تن تي في، وإذا ما كان بإمكانك أن تطلعنا إلى أين وصلت المفاوضات بين الدول الثلاث وهذا الاجتماع السداسي، وهل تتجه إلى الإيجابية؟ أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. اليوم بدأت المفاوضات اليوم الثاني على التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم لاجتماع السداسي وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي. بدأت اجتماعات اليوم الثاني مغلقة على الوزراء وأعضاء اللجان الفنية للتباحث حول أشواغ النقاط العالقة بين دولتي مصر مصر والسودان وأثيوبيا بشأن عمليات بناء في سد النهضة المتسارعة وما يتعلق ببنود تفسير بعض البنود وثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها من قبل الرؤساء الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم. من المتوقع أن يصدر في نهاية اليوم بيان حول نتائج تلك الاجتماعات وما تم التوصل إليه من توافقات. وإن كان وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندور المعني بالحديث عن مفاوضات سد الجولة الحالية لاجتماع السداسي للوزراء الخارجية والري، قد أكد أن الأجواء إيجابية وأنه تم إحراز تقدم في اليوم الأول من المفاوضات بشكل إيجابي على العديد من النقاط التي كانت عالقة. واليوم تستكمل المفاوضات وهناك بعض الجلسات المغلقة التي يتم فيها التباحث حول كافة النقاط التي تهم الدول الثلاث. يعني سيد إيهاب تؤكد بأن هناك اتجاه إيجابي لصالح مصر في بخصوص هذه المفاوضات المستمرة، ما صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن بالأمس أو أول أمس إثيوبيا قد يعني استخدمت أو غيرت مجرى نهر النيل الأزرق ليجري أو يجري مرة أخرى في يعني مجرى السد الذي يتم بناؤه الآن، هل هذه الأخبار صحيحة وهل انعكاسها على يعني ما هو انعكاساتها على هذه المفاوضات الجارية على مدار يومين؟ شوفي حضرتك، السد النيل مجرى النيل الأزرق كان بالفعل تم تحويل المسار الرئيسي للنهر لكي تتم عملية البناء والمنشآت المتعلقة بالسد. بعد الانتهاء من تلك المنشآت التي قامت بها أثيوبيا قامت بإعادة مجرى النهر النيل الأزرق مرة أخرى لمساره الطبيعي. هذا الإجراء زي كما قال وزير الري المصري حسام غازي، هذا إجراء طبيعي يتم في العادة، ثم أن أثيوبيا قامت بهذا الإجراء منذ فترة منذ حوالي شهر، ولكن الإعلان عنه تم خلال الأيام الماضية، وأن هذا الإجراء ليس له تأثير مطلقا على المفاوضات الجارية بشأن السد والأعمال التي تتم فيه، لأن إعادة سريان النهر لمجراه الطبيعي هذا إجراء روتيني كان سيتم عاجلا أم آجلا. سيد إيهاب ثابت مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.